السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. مولانا بعد إذنك، معلش، الرقية هل فيها يعني اجتهاد، باب اجتهاد إن كل واحد يتوسع من مية يقرأ عليها أو يكتب في مصحف وبعد كده يقول مثلا خد في ورقة بالزعفران والحاجات اللي هي الاجتهادية دي؟ والله يا أخي الكريم، لا مية ولا زعفران وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما الدعاء، والدعاء يكون، الرقية تكون بالرقية المشروعة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عارف، انا بتبع السنة يا شيخنا، بس في اخوة يعني نحسبهم على متوسعين في خير يعني هذا، بتحسبهم على، يشوفونا. نعم، أنت تحسبهم على خير ونحسبهم على شر الذين يتخلفون. هم بص، ممكن يكون مولانا مش فاهمين، احنا انا مش عايز افهمهم، بس السنة انا افهم عشان اعرف افهمهم. انا جلست مع اخ ابيض، بس قلت افهم انت افهم يا اخي، بس ازاي؟ افهم، بس نعم اسمح لي اه اسمح لي. نعم اتفضل. هؤلاء يتخرصون يتخرصون يخمنون، يقول لك انت عليك سفلي. طب ايه اللي عرفك ان عليه سفلي؟ انت عليك علوي، وايه اللي عرفك ان عليه علوي؟ وما الفرق بين السفلي والعلوي؟ وهل ورد عن رسول الله سفلي وعلوي؟ ومثلا اقرأ مثلا آية 20 مرة، يعني ما الدليل أن 20 مرة هي السنة؟ ممكن أقرأ 50 مرة ولا أشفى، وغير يقرأ مرة واحدة ولا يقرأ ويشفى أيضا. فتخرصات، ولا نعلم دليلا على أكثر مما يفعل، على كثير مما يفعلون. العجيب يا مولانا ان هو بيقول لي انا بتحكم في القرآن بالنية بتاعتي، بالنية بتاعتي احضر، وبالنية بتاعتي اكتف الجن، وبالنية بتاعتي احرقه. يعني انا بشوف كده حاجات اجتهادات طب عجيبة أنا يعني. أسألك أيضا سؤالا، هل اتفضل. بلغك أن الرسول أحرق جنيا؟ لا لا مفيش طبعا. هل ورد عليك أن صحابيا أحرق الجني؟ لا ما وردش طبعا. وما أدراني أن الجن احترق؟ الجن كلهم كذابين يعني، هو أنا غلبهم أسألك يعني. سؤال يعني، وهذا الشخص ما هو كذاب أيضا، الذي قال أنا حرقت الجني، حرقت عندك 2 ولسه في ثالث أحرقه، من الذي يجعلني أصدق؟ مفيش حاجة. أنا شفت حاجة؟ لا ما شفتش طبعا. الله يسلمك، شكرا مولانا. الله يكرمك.